عنصر مشبوه يطعن في الإسلام صباح مساء، في الندوات، في المحاضرات، في اللقاء. بسم الله. السلام عليكم. حفروا حفرة لكي يقتنصوا الأسد، لكن الماء وصل إلى الحفرة وصارت جارفة، لهذا يقولون بلغ السيل الزوبة. يقولونها لمن تجاوز حده بلغ السيل الزوبة، وفعلا هكذا وقع أو جرى. بعض من الإعلاميين والقنوات تخطوا جميع الخطوط حتى السوداء منها، ما جرى عليهم غضب بعض العلماء والفقهاء المغاربة. إعلام المنحط، هذا الإعلام الوسخ، وبخاصة القناة التي تعتبر بصريح العبارة وبالخط الأحمر العريض تعتبر دولة داخل دولة، لا يستطيع أحد أن يوقف هذه القناة الرعناء عند حدها، لا يستطيع أحد أن يوقفها عند حدها، فهي تتحدى دين المسلمين في هذا البلد. ومنهم حتى من انتفض ضد من فرض على المواطنين المساهمات في هذه القنوات البائسة التي تضر أكثر مما تنفع. الله عز وجل غادي ناخذ حقنا ممن فرض علينا أن نساهم بأموالنا في هذه القناة النجسة، بالزز كنساهموا فيها. أمام الله كل شيء، هذه الفلوس اللي كيتخادوا منا وتمول بها قناة تحارب ديننا وأخلاقنا، من فرض علينا هذه الإتاوة نسأل الله عز وجل أن يأخذها من حسناته ويعطيها لنا، فإن لم تكن له حسنات أن يأخذ من سيئاتنا الكثيرة ويلقي بها عليه. نحن غير راضين يا إخوان، غير راضين، قناة تمول من أموالنا وتحاربنا في بيوتنا، في أخلاقنا، في ديننا، في كل شيء شيء من حياتنا. قناة العربدة والمجون. ولنسمع لمصيبة أكبر لما نعرف بأن الإعلام العمومي بدوره انحرف عن السكة وحتى عن القنطرة. لأنه فعلا مصالح وزارة الاتصال دارت دراسة لمنظومة القيم المواطنة، القيم الوطنية في الإعلام الخدمات العمومية سواء كانوا مسلسلات أو حتى برامج. الخلاصة كانت مؤلمة وصادمة، أن عندنا إعلام عمومي على المستوى القيمي بواحد النسبة كبيرة في اتجاه والقيم الوطنية والدينية والإسلامية والأخلاقية والقيم اللي تبنت عليها هذه البلاد واللي هي عطت لهذه البلاد القيم ديالها في اتجاه آخر. وهذا كان أحد الأسباب علاش لجأت أنا للسيد رئيس الحكومة باش يكون واحد العملية ديال الافتحاص. الدستور واضح، قال في احترام تام للقيم الحضارية للمملكة، في الدستور مكتوبة وينبغي احترامها. المغاربة ما داروش دستور باش يبقى في الرفوف. وهادشي أنا كنقولو المسؤولية ديالي الجمعية العامة للقناة الثانية، قدمت لها مذكرة يونيو 2013 فيها ثلاثة النقاط. النقطة الأولى على التعددية واحترام تعددية الرأي والرأي الآخر، النقطة الثانية الأخلاقيات. ومنهم من تكلم عن أموال هذه التظاهرة التي تحمست لها بعض من الهفواتيين الشباب ذكورا وإناثا، ورأينا فيها حتى الشياب ونساء، مع أسفي عليك يا بلادي. أموال تهدر، هذه هي الأمانة؟ هذا من الإخلاص لله؟ هذا من الإخلاص للوطن ولأبناء الشعب؟ يوم تهدر الأموال وتنفق على الفنانين والمعربدين، نعم هذا من الإخلاص للوطن؟ فهذه كلها أمور تحتاج إلى أجوبة. أهل العلم حينما يتكلمون لا يريدون منصبا ولا جاها ولا يريدون تسطير موقف، إنما يبلغون ويبرئون الذمة بين يدي الله عز وجل. كل عالم وكل غيور سيسأل بين يدي الله عز وجل. ورجع الشيخ يحذرنا من أحد العناصر المشبوه أو المشبوهة حسب ما قال،
يطعن في الإسلام صباح مساء في جميع المناسبات وفي بعض القنوات أيضا. ولما ينتقده عالم من العلماء يتسلط عليه الإعلام هذا الإعلام وكأنه ارتكب جريمة من الجرائم. عنصر مشبوه يطعن في الإسلام صباح مساء في الندوات في المحاضرات في اللقاءات الخاصة والعامة في وسائل الإعلام المسموعة والمنظورة والمكتوبة وعندما يتكلم عالم في مثل هذا الحقير يتلقف الإعلام السخيف هذا المشهد ويعقد بسببه ندوة يجمع لها من حتالة الناس من يضفي عليها الشرعية التي يريدها هو. أعتقد أنكم فهمتم كلامي. وعلى ما يظهر الأمر لن يتوقف هنا في التظاهرة، بل هناك من ذهب بعيدا. ورجع الشيخ ليذكر المغفلين أن تلك التظاهرة إنما هي مجال للعري والتبرج إلى آخره. بعضهم يقولون أنتم تضخمون، أليس هذا من المنكر؟ العري والرقص والاختلاط واستعمال ما حرم الله جل وعلا من أجل تنشيط ماذا؟ من أجل تنشيط ماذا؟ الساكنة. الناس بحاجة إلى طمأنينة، إلى سكينة، إلى راحة، إلى توفير فرص الشغل، إلى العمل الإنمائي، إلى العمل التنموي، إلى العمل الجاد، إلى أعالي الأمور. أقول لكم وهذه حقيقة وأبرزها بالدليل، إذا كان 2 مليار سنتيم و 500 مليون سنتيم تنفق على مهرجان موازين وناهيك عن مهرجانات البحر، فإن مهرجانا واحدا، مهرجانا وهم يسمونه مهرجانا ونحن نقول مسابقة من أجل تنشيط الحفظة وتحفيزهم لحفظ كتاب الله عز وجل خصصوا لها ميزانية 50,000 درهم. ومنهم من قال كذلك أن قناة من قنواتنا الوطنية والتي أصبحت وطنية لا توجد قوة يمكنها أن ترجع إلى مكانها، لأنه أصبحت دولة داخل دولة وأنها تتحدى الجميع. وقد صدق الشيخ. وتتحدى أخلاقهم وتتحدى أعرافهم وتتحدى مشاعرهم ولا تكثرت لغضبهم ولا لسخطهم. إنها دولة داخل دولة تسير نفسها بنفسها وتحكم نفسها بنفسها ولا سلطان لأحد عليها. اكذب عليك الكذاب. وفيما يتعلق بحقوق الأطفال وحريتهم وغفلة أبويهم عنهم نسمع. كنسمعوا البنات كيتقتلوا، البنات قاصرات ولاو كيغبروا، هما ما كيتخطفوا ما والو، كيمشيو يدوزوا سيمانه مع دوك الدراري اللي كبر منهم ب 4 سنين و5 سنين و6 سنين و8 سنين وكيلعبوا لهم بعقلهم. يا باقا دريه صغيره هو عنده 18 عام ولا عنده 19 ولا 20 وطيح مع بنيه عندها 11 عام ولا 12 عام كيضحك عليها وكيلعب عليها وكتهرب لوالديها وكيقلبوا عليها كيقولوا بنتنا تخطفات وكذا ما كذا، حتى كتجي واحد النهار وتا واحد ما يدوي معايا راه الا دويتو معايا غادي نمشي عاوتاني حتى كتولي هي اللي كتحكم في الدار. فالبنات حسوا بانهم بهاد العمليه اللي كيديروا ديال يهربوا من ديورهم ويدوزوا 6 ايام و7 ايام مع العشاق ديالهم ومن بعد يجيو وكل شيء كيعنقهم وكل شيء كيبكي عليهم وكل شيء كيحبهم وكل شيء تيطبطب عليهم وزقاو عليها وما تقولوش ليها وما تمسوهاش وما تعقروهاش وراه مسكينه غادي تاثروا عليها نفسيا وما تقولوش لها ما باقيش تحكي ولا داك الشيء غادا تمرض وغادا كذا
والدريات تنفخوا حتى ولينا كنسمعوا يوميا كنسمعوا الدريات هربوا الدريات هربوا الدريات هربوا، ولكن الامهات اللي عارفين السر وعارفين الحقيقه ما كيقولوش الدريه هربات، كيقولوا بنتي خونوها، كتقول بنتي خونوها وربما دير حتى هي وياها شي فيديو ويبقاو يمثلوا يمسحوا في التميعات. والدريه تجيب شي قصه ديال جات عندي وحده صاحبتي وقالت لي الله زيدي معايا ونكاده المسرحيه وتبقى امها وهي امها وكنطلبوا من سيدنا باش ياخذ لينا حقنا. الفضائح. فاللهم يسر ولا تعسر امر كل من يريد الخير لهذا البلد الامين، وابعد عنا وعنه شر الاشرار، وباعد بيننا وبينهم كما باعدت بين المغرب والمشرق يا رب العالمين.